تعالي اقول لك اخر خبر واحدث خبر. دريتي سلفنا يسري حاطط عينه على اخت رفيقه وانت يتجوزها. وانت شو عرفاه؟ انا ما بتخفى اني خافي، بعرف كل صغيره وكبيره بالبيت ما بيمر علي شيء بنوب بنوب. ما عرفتي وين بده يسكن؟ لكن انا اللي عرفت هون عنا بالبيت. يو شو ناقصنا بعدي؟ ان شاء الله جواز قبر صياحة. يا سلفتي رضية، نحنا سلفتين تنتين وما لنا متفاهمين منوب منوب، ما لنا متفاهمين شلون اذا اجت الثالثه. لا الدرساني عم بيقولوا عنا حلوه كثير. حبيبتي بس ما راح تكون احلى مني. مين بعد قال لك انك حلوه؟ هنيه. نعم سلفتي رضيه. ليك ولا بلاها؟ لا قولي بيضة الجوهرة، شو هي اللي بلاها؟ يعني خاف اذا حكيت معك بصراحة تقومي تزعلي وينهز بدنك وانت من غير شي بتسمني على الزعل. ليه؟ هلا انا صرت سمينة؟ لك شفتي؟ شفتي شلون زعلتي؟ هلا كل ما واحد بيحكي معك بصراحة بدك تنهزي وتزعلي منه هيك؟ هلا الوقاحة صارت صراحة اسمها؟ ها؟ لا مو بس بتسمني ونقوذة. ولك انت شقفة شيلوحة وششوحة وسنكوحة وفكوحة، انت فهمتي ولا؟ وانت شاطولة وشم قرين وام لسان طويل. ولك لا تخليني انا اياه من فوراتكم.